تناولنا في الجزء الأول تكلمنا عن مداخل عملية التغيير والتطوير، وكلمنا قلنا في وجهات النظر في اتفاق بين الكتاب على إن التغيير والتطوير بنقول هنا المداخل بتبقى واحدة من الاثنين، وفي ناس قالوا لا كل منهم له مداخل خاصة. طبعا هنا كل منظمة بتختار المداخل تتناسب معاها مع طبيعتها ومع ظروفها ومع نمط قيادتها ومع مجالات التغيير الخاصة بيها ومع إمكانياتها ومستوى التكنولوجيا الموجود عندها. فكلمنا في المداخل التطوير التنظيمي، الناس قالوا في المدخل الهيكلي، ركز على الهياكل التنظيمية، ركز على السياسات، ركز على الإجراءات، ركز على أساليب العمل، ركز على أدوات العمل، وقال إن هو إيه ده التغيير الهيكلي بركز على هذه العملية. وقالوا إن هي أي خطأ في الهياكل التنظيمية بيديه طبعا بتنعكس بالعمل، عمل رديء وعمل سيء بينتج عنه مشكلات. فكان لازم الإدارة تفكر إزاي تتخلص من هذه العملية وإزاي تبحث عن أساليب جديدة لمعالجة هذه المشكلات. المدخل الثاني كان بيتكلم طبعا، المدخل الأولاني أهمل الجانب الإنساني وركز على الأدوات والإجراءات والسياسات وهي النواحي المادية يعني في الهيكل التنظيمي. وقال طبعا هنا ممكن يكون التغيير في المستويات الإدارية، ممكن تغيير في الوظائف، تغيير في مثلا تصميم في العلاقات، والتغيير في الاتصالات إلى آخره. المدخل الثاني السلوكي، قال احنا طبعا العنصر البشري باعتباره عنصر مهم جدا، وبالتالي لازم يكون له طبعا له دور كبير جدا وهو الاساس في عمليه التغيير، ما نقدرش نتجاهل الجانب البشري او العنصر البشري. فقال المدخل السلوكي ركز على العلاقات الانسانيه، وركز على علاقات الافراد والجماعات، وركز على اهتمام الاداره بوجود علاقات انسانيه بينها وبين بين القيادات بعضهم بعض، وبين القيادات ومؤسسهم، وبين الافراد بعضهم بعض. لان طبعا دي هيكون لها تاثير على التغيير. لان طبعا نمط القياده زي ما قلنا ممكن هنا يخلي لها انعكاس ايجابي او سلبي على سلوكيات الافراد تجاه التغيير. فطبعا القياده الواعيه، القياده الرشيده، القياده المتفهمه، القياده المرنه هي اللي طبعا تهتم بالجانب الانساني حتى ترغب الافراد في عمليه التغيير، وطبعا يكون تنمي عندهم الاستعداد لقبول التغيير والتطوير، وبتسمى هيساهموا معاها بمهاراتهم، يساهموا معاها في حل مشكلاتها، يساهموا معاها في نجاح عمليه التغيير والتطوير. عشان كده اطرح المدخل الهيكلي الواحد ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض. المدخل التكنولوجي يركز على ادخال ازاي التقنيه والتكنولوجيا في العمل في المنظمات حتى تواكب المنافسه، تواجه المنافسه الشرسه بين المنظمات الوطنيه والمنظمات العالميه. طبعا حتى تواجه التحديات ليها، وبالتالي تقدر من خلالها مركزها التنافس. طبعا هنا بنقول طبعا الجانب التكنولوجي خاص بالاساليب، بالادوات، خاص بنظم الاتصالات، خاص ب ثوره المعلومات، يعني بتبقى هنا تغيير جذري. طبعا هنا المستوى التقنيه والتكنولوجيا اللي بتدخلها الاداره تتوقف حسب امكانياتها الماديه وامكانياتها البشريه. طبعا التقنيه والتكنولوجيا هنا اصبح عمليه حتميه، وبالتالي اصبح التغيير جاي لها من البيئه الخارجيه، وبالتالي لازم ينعكس على البيئه الداخليه بالنسبه للمنظمه. بعد كده هنتكلم ايضا عن ما هي مراحل عمليه التغيير والتطوير التنظيمي. هنا بنقول عمليه التغيير والتطوير التنظيمي بتعتبر هي الطريقه الافضل او الطريقه العلميه عشان حتى تستطيع المنظمه ترقى مستوى ادائها، وسواء كانت بتقدم خدمه او بتقدم سلع. وفي نفس الوقت تقدر هي تتكيف مع البيئه المحيطه بها، وتقدر تحدد ما اذا كانت تقدر تتعامل معاه ولا لا. يعني احنا زي عارفين طبعا ان البيئه الخارجيه بتولد عن تنتج عنها تحديات، قد تكون تحديات ينتج عنها مشكلات. فاذا لم تسعى المنظمه الى الارتقاء بمستواها وادائها من خلال عمليه التطوير والتغيير، طبعا بالتاكيد ده ينعكس سلبا على ايه؟ على استراتيجيتها، وبالتالي على مركزها التنافسي. فكثير من المنظمات هنا بتسعى لايه؟ الى احداث عمليه التغيير والتطوير التنظيمي. وبالتالي اختلف الكتاب المهتمين بمجال التغيير والتطوير على مداخل التغيير والتطوير زي ما قلنا. اذا كل منظمه تختار المدخل اللي يتناسب مع ظروفها ويتناسب مع امكانياتها. طبعا هنا بعد كده بنتكلم عن
الايه المداخل اتكلمنا عنها، وبعدين هنتكلم دلوقتي عن المراحل اللي بتمر بيها عمليه التغيير والتطوير. طبعا قلنا عندنا مداخل متعدده، في مداخل ثانيه. الراي الثاني قال التغيير والتطوير مداخلهم واحده، وقالوا زي مدخل هو اللي هو فيه مدخل طلب رفض الماضي، المدخل الانسلاخ من الحاضر، المدخل الثالث احلال المستقبل، المدخل الرابع صناعه المستقبل. طب ندخل بقى في مراحل عمليه التغيير والتطوير. هنا بيعتبر عمليه التغيير طبعا سمه اساسيه وللمجتمعات تسعى للتقدم والتطور، ومن تعتبر من التغيير والتطوير سمه من سمات الكائن البشري. وطبعا هنا نلاحظ هنا اهميه التغيير والتطوير، طبعا بتمر بعده مراحل هنقول منها على سبيل المراحل، بكل مرحله ونشرحها بالتفصيل. المرحله الاولانيه هو تشخيص مشكلات المنظمه. المرحله دي تعتبر اهم مرحله وتمثل 50% من حل المشكلات، لانها بتعتمد على البحث والتنقيب عن او جمع المعلومات والبيانات الخاصه بالتغيير والتطوير الذي ترغب المنشاه في تحقيقه من مصادر متعدده. وبالتالي بنلاحظ هنا بعض الاحيان بنلاقي المنشاه بتعاني من مشكله او بصاد ان هي عايزه تغتنم فرصه. فمش المشكله هنا ممكن تكون متعلقه باساليب العمل، ممكن تكون متعلقه باجراءات العمل، ممكن تكون متعلقه بالتكنولوجيا، مستوى التقنيه والتكنولوجيا، ممكن تكون مرتبطه بالافراد، قد تكون القيادات او قد يكون هو الرسوم. طب كده بتحاول بقى هنا الاداره انها تعمل دراسه تشخيصيه او دراسه يعني بعمق وتقدير للوقوف على محاور التغيير، بمعنى ما هي الفرص اللي ممكن تستفيد بيها، وما هي المشاكل اللي ممكن تواجهها، وكيفيه احداث التغيير المطلوب. تعتبر زي ما قلت تعتبر اهم المراحل، فقد تكون اطول مرحله لتحديد جوانب معينه. اولا لتحديد مواطن القوه والضعف في الوضع الحالي وكيفيه تغييرها في المستقبل. بتتطلب مني تحديد مجالات التغيير، هل هيبقى في الافراد في الات معدات، ولا هيبقى في الهيكل التنظيمي وهيبقى اساليب العمل، ولا هيبقى في الجوانب الاخرى اللي احنا قلناها، ولا هيبقى تغيير في برضه في القيادات، هل عند القياده الوعيه اللي تقدر هي تحدد تكتشف مواطن الضعف وتحدد مواطن التغيير ولا لا. طبعا زي ما بقول هنا مهمه جدا وبالتالي جوهر. اذا بتحدد لي مواطن الضعف، تحدد لي المجالات، بقدر احدد ما هي الاساليب اللي ممكن استخدمها لاتمام او المدخل اللي ممكن استخدمه لاتمام عمليه التغيير والتطوير الذي يتناسب مع طبيعه مع المنظمه ومع ظروفها ومع امكانياتها. ايضا بقدر احدد ما اذا كان التغيير هيكون ده من داخلي من البيئه الداخليه زي ما قلنا في اللوائح والانظمه والهياكل والمسؤوليات والسلطات والعلاقات والاتصالات ونظم المعلومات والاجراءات واللوائح الداخليه، ولا هيكون التشخيص المشكلات يظهر لي ان المشاكل الموجوده عند التغيير جايه لي من البيئه الخارجيه، وهي قد تكون مرتبطه بالتكنولوجيا، قد تكون مرتبطه بالقوانين، قد تكون مرتبطه بالظروف الاقتصاديه والاحوال الاسواق والعولمه والى اخره. فده هنا بتعتبر مرحله مهمه جدا وبالتالي ممكن تاخد وقت اطول، وبتحتاج هنا القياده الرشيده وذات مهارات وذات كفاءات، كفاءات فكرية، مهارات فكرية، مهارات إدارية، ومهارات فنية، ومهارات إنسانية، ومهارات في القدرة على التوقع للمشكلات المستقبلية مع التغيير، والقدرة على التوقع في طرح الطرق أو البدائل اللي ممكن تتعامل بها مع هذه المشكلة. فعشان كده مدة مهمة جدا، ومشكلة هنا بالنسبة لي مهمة أوي المرحلة دي. تيجي بعد كده المرحلة التانية تقول إيه؟ تقدير الحاجة للتغيير. هنا بتتضح الحاجة للتغيير لما بتظهر لي عدة نشر. فبسأل هل هناك حاجة للتغيير؟ ولا مجرد تغيير من أجل مسايرة الوضع السائد؟ طبعا بالتأكيد تقدير الحاجة للتغيير يكون عندي، لازم يكون عندي مؤشرات. مؤشرات زي إيه؟ بلاقي إن في فجوة في الأداء الفعلي والأداء النمطي أو المرغوب. طبعا لما بلاقي هنا في الأداء مش بالمستوى المطلوب أو وفقا للخطة الموضوعة، طبعا ده بيؤدي هنا علامة استفهام. فلازم الإدارة إيه السبب؟ هل السبب فيه
نابع من الأفراد نفسهم نتيجة عدم نقص الكفاءات والمهارات، ولا السبب فيه طريقة الأداء نفسها أو الأسلوب يؤدى بالعمل محتاج للتغيير والتطوير، ولا السبب فيه نمط القيادات اللي هي بتؤدي إلى عرقلة أو ليست على مستوى من الكفاءة الإدارية التي ممكن تساعد المرؤوسين في الاستفادة من مهاراتهم وكفاءاتهم، فطبعا، ولا يرجع السبب لظروف خارجة عن إرادتهم، وبالتالي تقادم الأساليب والطرق، فبيضطر لازم الإدارة تعيد النظر في البيئة الداخلية بالنسبة له. أولا قد يكون مثلا في صراعات بين الوحدات التنظيمية نتيجة عدم وضوح الاختصاصات، عدم وضوح المسؤوليات، تداخل الأعمال بعضها بعضها، التميع في المسؤوليات، أو قد تكون إن عدم وجود انسجام بين الوحدات التنظيمية الموجودة بينهم بعضهم، وبالتالي ده بيحتاج مني أعيد النظر، أحدد ما أسباب الصراعات ومصدرها، وبالتالي كيف يمكن التعامل معها. فدي بتدي مؤشر هنا التغيير. قد يكون مثلا هنا إدخال تقنية وتكنولوجيا قد يترتب عليه التطوير في الوظيفة نفسها أو المهام اللي يقوم بها الشخص في هذه الوظيفة. فمحتاج اعيد بقى اعمل اعاده، ما فيش حاجه اسمها اعاده توصيف، اعيد توصيف جديد للوظيفه بمتطلباتها الجديده من حيث الاعمال ومن حيث الشروط اللي واجب توفيرها او المهارات اللازمه لاداء هذه الوظيفه. طبعا برضو قد تكون نتيجه هنا في المسميات الوظيفيه، قد تكون في نظم التحفيز، قد تكون صراعات نادره دي طرق قياس الاداء، صراعات في هيكل الاجور والحواز والمكافآت في السيستم او النظام نفسه. طبعا دي كلها ممكن ابحث اشوف ايه هي سببها، وده مؤشر يقول لي لازم اشوف اعيد النظر في استراتيجياتي، وبالتالي من ثم محتاجه للتغيير. قد تكون برضو من ضمن المؤشرات عدم قدره المنظمه على مواكبه او مواجهه استراتيجيات المنافسين. طبعا لازم اشوف نفسي هم ايه الاسباب ان انا مش قادره يعني اواكب هذا هؤلاء المنافسين. هل نتيجه ان مثلا المنتج السلعه او الخدمه اللي انا بقدمها غير مطابقه للمواصفات او مستوى الجوده بتاعتها، لا مطابقه لمستوى الجوده قد تكون مستوى ادنى، ولا تكون مثلا انا الاساليب وادوات الانتاج اللي بستخدمها ما بتدينيش التحقيق، لا تساعدني على تحقيق الاستراتيجيه بتاعتي الاساسيه. في ضوء كده ممكن للإدارة إنها تتعرف على مصادر التغيير، سواء هذه المصادر نابعة زي ما قلت من البيئة الداخلية أو من البيئة الخارجية أو يكون الاتنين معا. يعني النقطة إيه؟ ممكن تكون من داخل وخارج مع بعض، فبالتالي ممكن تأثر هنا تأثير طبعا سلبي، وبالتالي تدفعني للبحث عن التغيير والتطوير فيه. تيجي بعد كده المرحلة الثالثة وهي مرحلة التخطيط للتغيير. وهنا بيتطلب في المرحله دي ان انا احدد الاهداف واحدد خطه التغيير المطلوب ان انا احدثها، وراعي مثلا هنا في مراعاه عده شروط في تحديد الاهداف، انها تبقى دقيقه ومحدده، تبقى قابله للقياس، وتبقى مرتبطه بفتره زمنيه محدده. طبعا هنا طبعا عمليه مهمه جدا لتحديد الاهداف، او مهمه جدا، ولازم تكون هذه الاهداف واضحه للعاملين والقيادات عشان نقدر في ضوءها يبقى عارف ايه الهدف من عمليه التخطيط للتغيير. طبعا وهنا بيتطلب هنا وضع الاهداف، اهداف التنفيذ، لابد الجواب لي على عده تساؤلات. السؤال الاول، ما هي اهداف المنظمه؟ هدفها تحقيق ربحيه، هدفها كفاءة وفعالية، هدفها تحسين مستوى جودة، هدفها تخفيض الأرباح، هدفها زيادة حصتها في السوق، ولا أهدافها فتح توسع في نشاطها. فبحدد ما هي الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها. وبعدين السؤال الثاني، ما هي فرصة التطوير المتاحة؟ ما هي فرصة التطوير المتاحة؟ بمعنى في ده بيتطلب منا في ضوء الإمكانيات، هل فعلا الظروف الحالية المنظمة تسمح ليها بإدارة التغيير والتطوير، ولا محتاجة ترجئها؟ طب هي لو أرجئتها أو أجلتها انعكاسها ده على الأهداف، على استراتيجيتها إيه؟ طبعا هنا بتشوف المخاطر اللي ممكن تتعرض ليها في حالة لو أرجئتها.
ولا هذا التغيير اصبح حتمي وضروري لازم تعمله. فبالتالي تقول ايه اللي هي العقبات اللي بتقف قدامها، وبالتالي تحاول هي ايه تسللها عشان تقدر تواكب هذه الاعمال. سؤال اخر برضه يراودني عن تحديد الاهداف، ما هي التكلفه والتسهيلات المتاحه خلال هذه المرحله؟ في هذه المرحله بيتم ايه؟ اختيار استراتيجيه ونوع واسلوب ومده التغيير. يبقى لما اجي احدد ايه التكلفه والتسهيلات المتاحه عندي، لازم هنا تغطي لي ترغيب. اولا اختار الاستراتيجيه، انه استراتيجيه تمشي معايا مع ظروفي الحاليه ومستقبليه. الحاجه الثانيه، الاستراتيجيه دي محدده المعالم ولا لا؟ الحاجه الثالثه، نوع واسلوب، نوع واسلوب اللي انا هطبقه في التغيير والتطوير، بمعنى صح ما هو المدخل اللي هيصلح مع ظروفي ومع ظروف المنظمه. طبعا احدد ايضا مهمه جدا ايه الاسلوب اللي هتبعه، ثم احدد مده التغيير قد ايه، هل هي مده قصيره ولا متوسطه ولا طويله، وبناء عليها بحط خطه التغيير. تيجي المرحله الرابعه، تنظيم خطه التغيير وتحديد معوقات. طبعا يتم في المرحله ده هي تحديد بدايه ونهايه التغيير، يعني المده الزمنيه اللي انا هعمل فيها التغيير، وبرضه يطلب مني تنظيم الموارد البشريه والماديه، بمعنى اعيد النظر في امكانيات البشريه، هل يا ترى عندي الكفاءات القادره على التفاعل مع التغيير، او القادره على تنفيذ التغيير، او القادره على المساهمه في نجاح عمليه التغيير. طبعا بقصد هنا الموارد البشريه زي ما قلت دايما بتكلم بنوعين، القيادات الكفاءات يعتبر هي القياده الرشيده، وتعتبر هي الموجه المرؤوسين، تعتبر هي العقل المفكر في اساليب ووسائل التغيير، وتعتبر هي الركيزه الاساسيه القوه اللي هتدفع بتفجير الطاقات والمهارات الفنيه والفكريه لدى المرؤوسين. حاجه ثانيه، هل عندي تطهير؟ يا ترى الموارد البشريه الموجوده عندي حاليا تتوفر لي القدرات والمهارات والرغبه في التغيير والتطوير؟ هل هي عندها استعداد لقبول هذا التغيير؟ هل هي عندها استعداد للمساهمه الفعاله في عمليه التغيير والمشاركه الفعاله في عمليه التغيير؟ طبعا دي مهمه جدا بالنسبه لي. يهمني ايضا اشوف مستوى التكنولوجيا المتاح، صوت المتاحة عندي حاليا، ومدى إمكانيتها مع هل هي مواكبة للتغيير اللي سيحدث مستقبلا ولا لا. قد يتطلب مني إدخال أساليب جديدة، أدوات جديدة، أجهزة جديدة للتعامل مع التغيير المضاد أو المستقبل. فأنا أشوف هنا، طيب التكنولوجيا محتاجة هنا إيه؟ إمكانيات مادية. طب هل تتوفر؟ نفس السؤال، اتاكدت من موارد بشريه، اتاكدت من التكنولوجيا، هل تتوفر عندي الامكانيات الماديه او الموازنه الماليه التي تستطيع ان تغطي عمليه التغيير؟ طب واذا ما كانش عندي دلوقتي، ايه المصادر اللي ممكن الجا ليها في ان انا اقدر، بحيث ان انا اقدر انفذ عمليه التغيير؟ وفي نفس الوقت طبعا هنا يهمني هنا العناصر الثلاثه، الموارد البشري والامكانيات الماديه والتكنولوجيا، يعتبر هم المحاور الاساسيه اللي بتخليني اعمل تغيير جزئي او تغيير. طبعا هنا المحاور الثلاثه تحدد حسب مجال التغيير، اي نوع التغيير، مجالات التغيير هتقف فيها. هل هتقف في الهياكل التنظيميه؟ هل هتقف في الاجراءات؟ هل هتقف في السياسات؟ هل هتقف في الافراد؟ هل هتبقى في الاهداف؟ طبعا دي كلها علامات استفهام. الاداره الرشيده هي اللي دايما بتسال نفسها على كيفيه تحرير. المرحله الخامسه وهو تنفيذ ومتابعه خطه التغيير. تنفيذ ومتابعه خطه التغيير. في المرحله دي بنركز على عمليه التنفيذ التغيير، اللي هي
بالنسبة للأهداف أو المجالات المطلوبة في الجوانب المتعلقة بصورة الأهداف أو متعلقة بالمكونات التنظيمية اللي هي متمثلة في الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية والنظم والإجراءات والأفراد والتكنولوجيا. بعد كده بتم بعدها عملية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة والتحقق من مدى تحقيق الأهداف المتفق عليها والتزامها بالفترة الزمنية المحددة في خطة التغيير. يبقى حددنا المراحل، أول حاجة مرحلة التشخيص مهمة جدا اللي بتنبين عليها بالمراحل الأخرى. حاجة تانية بتبتدي أحدد المرحلة التانية تحديد حاجة للتغيير. طبعا هنا بمعنى صح لازم تبقى عندي مؤشرات توضح لي هذه العملية. المرحلة الثالثة تبدأ هنا تخطيط جهود التغيير، ودي بتخليني أسأل نفسي تساؤلات، إيه الأهداف؟ أهداف ما هي أهداف المنظمة؟ ما في فرصة التطوير المتاحة عندها؟ إيه التكلفة والتسهيلات المادية المتاحة في هذه المرحلة؟ طبعا في هذه المرحلة بحدد زي ما قلنا الاستراتيجية، وبحدد المدة، وبحدد نوع الأسلوب، ثم بنظم خطة التحفيز وخطة التغيير وتحديد معوقاتها. طبعا هل هي في العنصر البشري ولا في الإمكانيات المادية ولا في العملية التكنولوجية؟ ثم بتبدأ عملية مرحلة التنفيذ ومتابعتها وتحقق ما إذا كانت الأهداف المتفق عليها تم تنفيذها ولا لا خلال الفترة الزمنية المحددة. ولكن بلاقي بعض المهتمين بعملية التغيير والتطوير بيشوف ان مراحل عمليه التغيير التنظيم تشمل عمليه التشخيص والتهيئه للقبول والمتابعه التصحيحيه. طبعا هنا بيعتبر ان عمليه التشخيص بتدخل فيها اللي هو الحاجه للتشخيص، تدخل تحديد تشخيص المشكلات، ثم يدخل فيها تقدير الحاجه للتغيير، وبعدين بيقول هنا التهيئه، يعني زي نعمل اورينتيشن للناس، المهم هم بيه او تعرفهم اولا ايه الهدف من التغيير وما هي النتائج المتوقعه عندنا. وبعد كده تبدا عمليه طبعا تشملها بعد التهيئه تشملها تخطيط ثم تنفيذ ثم تبدا عمليه المتابعه التصحيحيه. والبعض الاخر بيرى ان بتبدا المراحل ادراك المشكله اللي ممكن تواجه المنظمه من خلال ظواهر. ظواهر بتيجي منين؟ اولا من التشخيص الجيد، ومن التغذيه المرتده، ومن اختيار استراتيجيه مناسبه، ومن قياس نتائج وتقييم النتائج ومدى تأثيرها على كفاءة المنظمة. هنا إذا ركز على التشخيص، يعني في كل مرحلة في عملية تشخيص، تشخيص. عشان كده بقول هي المرحلة الأولى والأساسية اللي بتنبني عليها بقية الخطوات الأخرى. فدي مرحلة عند كل المهتمين بهذه العملية وركزوا عليها جدا، لأنها البنية الأساسية اللي بترسم عليها خطة التغيير والتطوير، تحدد عليها المدة، تحدد فيها نوع التغيير، تحدد فيها الاستراتيجيه تتبعها، المدخل اللي هتطبقه بهذه العمليه. طبعا برضو الثانيه قال لك التشخيص اولا، وبعدين ايه الفيدباك اللي هيجي لي منه. وبعدين في ضوء الفيدباك ده او التغذيه المرتد هقدر احدد استراتيجيه التغيير، وفي بعد كده من خلالها اقدر اقيس انفذها واقدر اقيس اقيم النتائج المترتبه عليها وتاثيرها على كفاءة المنظمة. البعض الآخر يقول إن مراحل تطوير وتطوير التنظيم تتكون من ثلاث مراحل. مرحلة مرحلة هي هي مرحلة المرحلة الأولى جذب انتباه الأفراد إلى المشاكل التي تعوق العمل، وإثارة دافعتهم للبحث عن حلول ذاتية وإبداعية لمعالجة المشكلة. ودي مهمة جدا. طبعا هنقول عمليه التهيئه، تهيئه الافراد للتغيير والتطوير. ما يبقاش عمليه مفاجاه كده، لازم الاداره تمهد. يا جماعه احنا بصدد دلوقتي داخلين على منافسه شرسه بين المنظمات سواء الوطنيه او العالميه، والبقاء للاميز اللي بيقدم سلعه وخدمه. طبعا التفوق مش بحكايه سعر ولا غير، ولكن البقاء للاميز في تقديم سلعه وخدمه متميزه. وطبعا بالتاكيد حفاظا على مركزنا التنافسي، فبالتاكيد محتاجين هنا ايه ان احنا تبقى في مشاركه منا جميعا في ان احنا نحدد عندنا بعض المشاكل في مجال العمل
لابد ان احنا نعالجها، حتى ان هو يجي ايه، حتى ممكن احداث هذا التغيير، وهي التهيئه النفسيه للقيادات، ثم من القيادات للايه للمرؤوسين طبعا. وهنا طبعا وازاي انا يعني في نوع من الحماس دفعوهم لان هم للبحث عن الحلول، يعني معنى مشاركتهم، شوف عمليه المشاركه هنا مهمه جدا جدا جدا، على اساس كل منهم يقدر يقدم ايه اللي ممكن تقدمه. عندنا مشاكل في العمل، عايزين نعمل كده مقترحات، نعمل بنك معلومات ايه او بنك من المقترحات اللي ممكن الاداره تستعين بيها في مواجهه هذه المشكلات، صارت مشكلات اداريه، مشكلات انسانيه، مشكلات ماليه، مشكلات خاصه قانونيه، مشكلات خاصه بالتسويق، مشكلات خاصه بالجوده، بالتكلفه، باساليب العمل، اجراءات العمل، ادوات العمل، مستندات العمل. طبعا فينا هنا يقصد بيها هنا العمليه دي المشاركه، جذب انتباههم، يعني هنا ايه احسهم ان هنا في مشكله. طبعا احساسي ان انا بشاركهم معايا طبعا بالتاكيد بتكون لها تاثير ايجابي على نفسيه الافراد، وبالتالي بيبذل كل واحد منهم جهده ان زي يقدم مقترحات حتى تستعين الاداره، تقدم مقترحات تستفيد بها الاداره في علاج هذه المشكله، كله في مجال تخصصه وكله في مجال عمله. المرحله الثانيه من مرحله التغيير يتم فيها تطوير الانظمه واساليب العمل واجراءات التنظيميه وسلوك الافراد والجماعه في الوظيفه. هنا شوف ما هنا بقى محاور التغيير. من هنا بعد ما خلاص هيئتهم يتم بقى هنا ايه؟ مرحله التغيير في ايه؟ تطوير الانظمه واساليب العمل. من الاعمال اليدويه الى الاعمال الاليه. ادخال التكنولوجيا في اداء العمل. تغيير ايضا في الاجراءات التنظيميه. ان هي العمليات بتم تمر ب 14 مرحله متخليه 5 6 مراحل. يعني هنا نحاول نعمل تخفيض للاجراءات يعني حتى يكون هناك في مرونه في اداء العمل. وبالتالي بيبقى في تخفيض في الجهد وترشيد في الجهد. سواء جهد مالي او جهد ذهني يعني. ايضا تطلب مني برضو هنا اللي قد تكون التغيير عشان في سلوك الافراد، وبالتالي المشاكل بتبدا بينهم بعضهم ومهارات كيفيه التعامل مع بعض، والسلوكيات قد تؤدي الى انخفاض مستوى الاداء او تدني مستوى الاداء نتيجه وجود مشاكل وعدم توافق وعدم انسجام بين الرؤساء ومرؤوسيهم وبين المرؤوسين بعضهم البعض. ازاي اعدل انا السلوك السلبي للسلوك الايجابي عشان يبقى قوه دفع بالنسبه للموظف. طبعا هذا لا يتحقق الا من خلال فهم القيادات الاداريه، تهتم القيادات الاداريه الرشيده بفهم وتحليل وتفسير وتوجيه وتحكم في السلوك البشري. ازاي هي من خلالها تقدر تفهم هذا السلوك، وبالتالي ليه هو بيعمل كده، وخاصة في بعض هناك سلوكات قد تكون بينها سلوك ظاهر وقد تكون بينها سلوك كامل. السلوك الظاهر سهل جدا التعامل معاه لو هو أنظمة وقوانين، لكن خوفا من السلوك الكامل هو أخطر من السلوك الظاهر. اللامبالاة، البطء في الأداء، التغير، التمارض، افتعال الأزمات، افتعال المشاكل، العدوانية، عدم المشاركة الإيجابية، كل دي تعتبر سلوك الفرد. عدم التزام باللوائح وأنظمة العمل، قصة الجزاءات، قصة المخالفات، كل دي جوانب كلها طبعا لها تأثير سلبي يعني. طبعا سلوك الجماعة، طبعا هنا جماعات منظمة، طبعا بنوصف بها جماعات رسمية وجماعات غير رسمية، وأركز بدرجة أولى على الجماعات الغير رسمية. إهمال الإدارة اللي الدور بتقوم في الجماعات الرسمية، عدم تحقيق الأهداف وأثناء وضع أهداف المنظمة، طبعا بيخلق مشاكل كبيرة. وبغيتها قد تعوق تحقيق الاهداف الاساسيه للمنظمه. وبالتالي قد تكون عنصر معوق في عمليه التغيير والتطوير. قد تؤدي الى تبديد بعض الموارد الموجوده داخل في المنظمه. تيجي المرحله الثالثه، مرحله اللي هي ايه؟ التثبيت. هنا يعني بعد ما اوصل للنتائج يتم التثبيت ما تم التوصل اليه. يعني انا دلوقتي خلاص قلنا هندخل يحصل تغيير مثلا في سلوك الافراد او تغيير في الاله المعدة.
اتحقق ما إن اذا هذا الحدث ده ان هي اداني النتائج المرجوه منها وفقا لخطه تغيير الموضوع واهدافها، يبقى بحاول بقدر الامكان ان استقر عليه واطبق هذا التغيير. طبعا من المراحل اللي فاتت كلها اللي بيمر بها التغيير والتطوير تتوقف حسب نوع التغيير والتطوير ومدى شموليته لكافه الانشطه او جزء منها. يعني هنا ايه، هل هيبقى التغيير كلي ولا هيبقى تغيير جزئي؟ يعني هيبقى على بعض العمليات ولا على كل ايه المنظمه ككل؟ وبالتالي بتتم عمليه التغيير. ولكن هناك راي اخر برضه هو بيقول ان احنا نميل اليه ان مراحل التغيير بتمر بعده مراحل. المرحله الاولى بتتمثل في الاعداد للتغيير. يعني ايه الاعداد؟ معناها تحديد الحاجه للتغيير، بمعنى ان التغيير لا يتم من اجل التغيير ولكن بيتم لادخال التغيير في المنظمه، لشعور الاداره هنا بوجود وضع افضل من الوضع الحالي، عايزه تتنقل من الوضع الحالي لوضع احسن. وطبعا هنا او نتيجه لوجود تطورات وتغييرات في الظروف المنظمه قد تستدعي ادخال تغييرات في نظم المنظمه عشان تقدر تتاقلم وتتكيف مع الظروف المختلفه. او قد يكون نتيجه وجود مشاكل داخليه قد تكون في هيكل المنظمه او سلوكيات الافراد او في العمليه الاداريه او التكنولوجيا المستخدمه. وبالتالي يعتبر هذا التغيير هو العلاج لهذه المشكلات. يبقى المرحله الاولى ايه؟ تحديد الحاجه للتغيير من خلالها. طبعا لان زي ما تقول ادخال التغيير مش مجرد يعني من اجل التغيير ولكن للوصول للافضل والاحسن. وطبعا هنا بتبقى زي ما قلنا بتبقى عندي مؤشرات الاداره بتبقى بيقولها هل هناك حاجه للتغيير ولا لا؟ وبناء عليها بتقرر احداث التغيير. ايضا في مرحله الاداه والتغيير بعد ما الحاجه تشخيص الوضع الحالي وتحديد المشاكل. طبعا ظهور الحاجه الى ضروره التغيير مش كفايه عشان ابدا بادخال التغيير. ليه؟ لان التغيير عمليه التغيير عمليه مكلفه وقت وجهد ونظام، قد تحتاج الى برضه موازنه ماليه كبيره. واذا ما تمش توجيه التغيير دوت في علاج المشاكل الحقيقيه او الموجوده او تطوير نظم اللي بتؤدي لو انا طورتها هيؤدي لتحسين وضع المنظمه وتطويرها، هتصبح هنا العمليه مكلفه جدا وبالتالي هتؤدي لخساره في داخل المنظمه. عشان كده مش كفايه ان انا اكتشف في حاجه للتغيير، ولكن يجب ان نتعرف على المشاكل الحقيقيه والمتسببه في حدوث هذه المظاهر او بتدي مؤشر وجود وضع يطلب تغيير او تعديل. يبقى مش كفايه بس انا احدد ان في حاجه تغيير، ولكن اتحقق من ان فعلا في مشاكل حقيقيه. انا لو حلتها يبقى في هذا هيحل لي، هيبقى التطوير اداني النتيجه اللي انا عايزها. لان لو انا ركزت على جوانب غير يعني غير المشاكل الحقيقيه هيمثل تكلفه بالنازي وقد يؤدي الى انهيار المنظمه والى نتائج سلبيه. ايضا في مرحله الاعداد التغيير تحديد من يقود التغيير. طبعا في حاله وجود تغيير عمليه سمه حتميه وحاله ان انا عرفت حتميه التغيير ضروريه واساسيه وعرفت النظام المطلوب ان انا ادخله عشان اخلي المنظمه توصل لمستوى احسن، ده مش كفايه. ان زي ان التطوير يتطلب ان انا عايز طبعا بطور عشان استمر. وفي نفس الوقت لابد ان نحدد من المسؤول عن تجميع الافكار حول التغيير والتطوير. وطبعا التطوير طبعا ده بيتوقف على الكفاءات والكوادر البشريه الموجوده عندي. وبالتالي ليس بالضروره يكون مقترحات التغيير والتطوير تكون من القيادات، تكون من العاملين الموجودين عندي باعتبارهم هم في مجال العمل وخبره في هذا المجال. ايضا اعرف النظم المطلوبه ان انا عايز اطورها او من خلال الاداره في المنظمه
او اعمل قسم خاص بيقدم مقترحات للتغيير. يبقى تحديد من يقود التغيير يتطلب مني احدد فريق اللي هيفكر في كيفيه اداره هذا التغيير والتطوير. وبالتالي قد تكون من القيادات قد يساهم فيها العاملين في المنظمه. او ان انا اشكل فريق يجمع بين الخبرتين، وبالتالي اقدر انا احدد هنا ايه من يقود بالتغيير. وبنقول في حاله لو انا بقى ما عنديش هذه الكفاءه الجا ليه الجهات الخارجيه او المكاتب الاستشاريه او الخبراء المتخصصين في هذه العمليه لدراسه الوضع وتشخيصه وتحديد مواطن التغيير. بعد كده بحدد اسباب مقاومه التغيير والتفكير فعلا. طبعا بعد ما اتاكدت من التغيير مهم وحددت مين اللي هيقوم بيه قبل ما قبل التخطيط للتغيير، نكتشف التغيير احتمالات مقاومه الافراد للتغيير. لازم اكون متوقعه ممكن اي تغيير طبعا في تقابله عمليه مقاومه. فبالتالي لازم اعرف ايه اسباب المقاومه دي، ولازم هنا برضو افكر ازاي انا اتغلب عليها. وطبعا لما اجي اعمل طبعا الحاجات دي كلها لازم اخدها في الاعتبار عند التخطيط للتغيير وعند تنفيذها ومتابعه تنفيذها. وممكن تكتشف احتمالات المقاومه دي للتغيير واسبابها من خلال اجتماعات مع العاملين بالمنظمه. إذا أول مرحلة في الإعداد والتشخيص حددناها، اللي هي تحديد الحاجة مش كفاية، بعدين أشخص الوضع الحالي وأحدد مشاكله، ثم أحدد مين اللي هيقود عملية التغيير، ثم أحدد أسباب مقاومة احتمالات أسباب مقاومة التغيير وكيفية التفكير فيه. طبعا عملية مقاومة التغيير هنا طبعا بالتأكيد واردة، لأن طبعا قد الخوف من ان التغيير ده قد يأثر على مصالحهم الاقتصاديه، على حياتهم الاجتماعيه، على حالتهم النفسيه، على وضعهم الوظيفي. الخوف من فقدان مزايا كان بيحصلوا عليها. فلازم افكر هنا فيها واشوف هم بيعترضوا، وبعدين عندي الطرق والاساليب اللي تساعدني في التعامل مع هذه الاسباب. وطبعا ممكن الاداره علاجها من خلال عقد اجتماعات مع الموظفين مع العاملين المنظمه او القيادات. نشرح طبعا زي ما قلت لازم تعمل هنا تشرح ما الهدف من التغيير وما هو العائد من التغيير للعاملين الافراد اولا ثم للمنظمه حتى يشعر بنوع من الاطمئنان. ايضا في مرحله اللي هي الاعداد للتغيير اقناع الافراد بضروره التغيير. قبل ما ابدا في التخطيط للتغيير في تنفيذه لازم اقنع الإدارة والعاملين إن التغيير أصبح مهم وأصبح حتم. وهذا التغيير سيحدث لصالح المنظمة ككل، بما فيها الإدارة وبما فيها العاملين. وإن النظام ده هيكون فعلا أفضل من اللي قبله. وعملية الإقناع بتتم من خلال إيه؟ طبعا بالتأكيد اللقاءات الجماعية الأول مع المديرين، إن أنا أشرح لهم الفكرة وأشرح لهم الأهداف واشرح لهم النتائج المتوقعه عليها واشرح لهم ايه الاستراتيجيه اللي هتطبق. لو يعني القيادات دي اقتنعت بعمليه التغيير هتبدا تعمل هي اجتماعات مع العامل المرؤوسين معاها. كل مدير هيبتدي يوصل المعلومه دي للعاملين معاه في الاداره. وبالتالي برضه تيجي الاداره تعمل اجتماع المديرين والعاملين معا سويا. وطبعا بيقوم بدل العمليه دي نعمل في جهاز اللي هو المشرف او اللي هيقود عمليه التغيير. يتولى قبل ما يعمل اي خطوه تنفيذيه خالص. احنا بنقول كده ليه؟ عشان يبقى هنا اذا اقتنعوا يبقى هيقدموا ايد المساعده للاداره، هيبتدي يقدموا مقترحاتهم، يبقى في قبول للتغيير وبالتالي هيؤدي الى تحسين وضع المنظمه. المرحله الثانيه بتبقى هنا خلاص عمل الاعداد للتغيير، هنعمل تحديد التخطيط للتغيير. ودي بتشمل تحديد مجالات التغيير. بعد بقى ما اتعرف على المشاكل الحقيقيه اللي موجوده في المنظمه بيحتاج مني اجراء التغيير في المنظمه. وده بيكون من خلال تحديد مجالات ومشاكل التغيير. وطبعا بحدد مشاكل التغيير حددنا بقى مجالات بتحددها اما بالهياكل التنظيميه او الافراد او الاجراءات سياسات
أساليب عمل، تكنولوجيا، آلات ومعدات إلى آخره. بعد كده بتحدد أهداف التغيير. المرحلة دي بنحدد مجالات التغيير ونحدد أهداف التغيير. إذا قدرت أحدد مجالات التغيير لازم أعرف ما هي النتائج المتوقعة من هذا التغيير. يعني أنا عايزة أوصل لإيه؟ في حالة حدوث التغيير في النظم اللي تم نحددها، وهل النتائج دي هتحل المشاكل النظام؟ وإذا كانت هتحلها إيه المطلوب اللي المنظمة تقوم بيه؟ ففي الحالة دي لازم هنا في صياغة جيدة للأهداف بشكل محدد، وبالتالي كل ما تبقى الأهداف كمية يسهل قياسها، بتبقى هنا أسهل لإقناع الإيه الأفراد بعملية التغيير. حددنا الأهداف، يبقى في المرحلة الثانية اللي هي التخطيط بحدد مجالات، حددت الأهداف، ثم بحدد أسلوب التغيير. هنا بالإجابة بتتم على سؤال كيف يتم التغيير؟ مع ما هي الوسائل المناسبة للتغيير؟ وبالتالي إذا كان التغيير فني فبحدد إيه الآلات الجديدة؟ أو النظام الفني الجديد اللي أنا هستخدمه. وإذا كان التغيير والتطوير في سلوكيات الأفراد بحدد أسلوب إدخال التطوير ده من حيث استخدامي أسلوب بناء فرق العمل أو تدريب الحسية أو الإدارة بالأهداف. قد يكون في التطوير في هيكل المنظمة بنقل المنظمة من الهيكل الميكانيكي إلى الهيكل الحقيقي. يبقى أنا بحدد الأسلوب بتاعي من خلال تحديد مجالات وأهداف. بعد كده بعمل إعداد جدول الزمن للتغيير. لازم هنا نحدد نقطة البداية نقطة النهاية. إمتى هبدأ في كل مرحلة مراحل التغيير؟ وإمتى هنتهي؟ وطبعا من خلال بستخدم خرائط الإيه الجداول الزمني. بعد كده بحدد أيضا في المرحلة دي في التخطيط تحديد احتياجات التغيير. هنا يتم بقى حدد إيه احتياجات المادية؟ ايه احتياجات البشريه؟ او احدد وهل في امكانيه ان اوفر هذه الاحتياجات ولا لا؟ طبعا بحدد بعد كده ميزانيه التغيير. هنا بمساعده المدير المالي بيعمل موازنه تقديريه بتكاليف البرنامج والقرارات، ويشوف ما اذا كان هناك في امكانيه توفير هذه الاموال ولا لا. وبحدد منفذ خطه التغيير. هنا نحدد مين هم العاملين والاقسام اللي هتشترك في تنفيذ خطة التغيير، وهي الأعمال المطلوبة منها. بعد كده موافقة الإدارة العليا على خطة التغيير. هنا الموافقة دي تضمن طبعا دعم الإدارة العليا لخطة التغيير سواء ماديا أو معنويا، وده من خلال إنها تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع الخطة ووضع التنفيذ. تيجي المرحلة الثالثة تنفيذ خطة التغيير. يبدأ يطلب مني شرح التغيير للعملية، وخصوصا اللي هيقوموا ينفذوا عمليه التغيير. مهم جدا عشان اضمن ان في التزام جد من هؤلاء الافراد. وبالتالي انمي عندهم الولاء للتغيير والتطوير. وفي شك طبعا ان مشاركتهم في عمليه التغيير في المنظمه هيساعد طبعا بالتاكيد على تحقيقه بطريقه لنجاح واتفاق. وبعد كده عمل تجربه التغيير في نطاق ضيق. طبعا يفضل ان نبدا دايما ما نبداش جزء. اللي يشمل قطاع او قسم او اقسام معينه طبقه على احد الاقسام الموجوده عنده وتحقق ما النتائج بتاعته، وطبعا هتكتشف لي بعض العوامل بعد التعرف بعض المشاكل اللي ممكن تواجهني وايه الحاجات المفروض اخدها في الاعتبار عند التخطيط، وبالتالي اجراء بعض التعديلات في خطه التغيير والتغيير قبل ما انفذها على نطاق واسع. يعني ابدا جزئي وبعدين بعد ما يبقى في ممارسه ليها وعرفنا الجوانب المشاكل بتقابلني وكيفيه التعامل معها ابتدي اعمل تغيير في بقيه القطاعات الاخرى. بعد كده عندي تنفيذ خطه التغيير بشكل مرحلي. هنا طبعا تبدا عمليه الخطه الموضوع حسب جدول زمني. طبعا محدود مسبقا تحت اشراف الناس اللي هم هيقوموا بخطوة عمليه التغيير. وهنا لازم طبعا التغيير بنحدده طبعا اذا كان تغيير شامل ولا هيكون ايه مصدر. تدعيم التغيير، وهنا طبعا لازم الاداره او على مدير التغيير تدعيم التنفيذ تنفيذ خطه التغيير.
وطبعا عن خلال اذا كان في مشاكل بتقابلنا تشجع الافراد الملتزمين بالتغيير وتقدر جهودهم وفي ودورهم اللي بيقوم بيه في عمليه التغيير. بعد كده تبدا عمليه المتابعه والتوجيه، تتم يعني المتابعه بوجود معلومات دقيقه عن نتائج التغيير، وطبعا واذا كان في اي انحرافات نبتدي نعدلها ونصححها في الوقت المناسب. المرحله الرابعه تقييم التغيير. هنا بيتم في المرحله دي نقارن بالاداء تنفيذ الخطه بالنتائج اللي حققناها ونشوف اذا كان في انحرافات ولا لا وازاي نقضي عليها وازاي استفيد من هذه النتائج في ادغام اي تغيير اخر في المستقبل، على اعتبار ان التغيير التنظيمي عمليه مستمره وهذه المرحله لابد يتم قياسها مدى تحقيق مدى تنفيذ من خلال تنفيذها للاهداف اللي وضعت لخطه التغيير. طبعا والمفروض طبعا شرح النتائج دي للعاملين عشان يعرفوا ان نتائج جهودهم ومجهوداتهم اللي ساهموا بيها كانت نتيجه ايجابيه وبالتالي حققت ايه النتائج المطلوبه. اذا احنا حددنا المراحل وجهات نظر مختلفه، ولكن هناك اتفاق في ان تبدا عمليه التشخيص ثم التخطيط ثم التنفيذ ثم عمليه المتابعه. طبعا هنا يبقى احنا خلصنا المراحل وخلصنا المداخل، فيبقى كده اكتمل هذا الجزء، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.